على طريقة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو واحتفاله، دخل حسين الشحات نجم فريق الأهلي المصري تاريخ كأس العالم للأندية. الشحات نجح في قص شريط الأهداف للنادي الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن منافسة الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب. الشحات أطلق تسديدة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء، فشل حارس المرمى في صدها ليرفع الشحات رصيده إلى 3 أهداف في تاريخ ظهوره بالبطولة. وبهذا الهدف حقق حسين الشحات رقما قياسيا تاريخيا في بطولة كأس العالم للأندية، معادلا رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والولوزي جيريس بيل، ليصبح رابع لاعب يسجل في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم وأول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز.